يوم من الناس شاركي في حلقة جديدة 25 حقيقة عن هجوم العمالقة. سنرى في هذا المقطع حقائق ستصدمك، أراهن أن معظمها لم تسمع به من قبل. بالتأكيد يعتبر أتاك أحد أفضل الأعمال في الوقت الحالي، والسبب ليس فقط جودة التحريك أو تطوير الشخصيات والقصة، إنما كمية التلميحات والتفاصيل التي يشير لها الكاتب دون أن ننتبه، وصعوبة توقع أحداثه. حرفياً هجوم العمالقة أحد أكثر الإنميات التي يصعب علي توقع أحداثها، ما يجعلني لا أشعر بالملل. كل مرة يفاجئنا إسياما بحدث غير متوقع، والحقائق التي سأخبرك بها في هذا الفيديو أيضا غير متوقعة، لذلك احرص على إكمال هذا المقطع وكن مطمئنا كلها من الإنمي، يعني لا يوجد حرق على الإطلاق. إذا هيا بنا. لا تنسى الاشتراك في القناة، فأنا أضع 4 حلقات كل أسبوع وفعل جرس التنبيهات للتوصل بكل جديد. لا تنسى متابعتي أيضا على الانستغرام. الحقيقة الأولى، في لقاء مع محرر إيسياما قال أن ساشا كان من المقرر أن تموت من زمان وقت دافعت عن الفتاة الصغيرة وقاتلت ذلك العملاق في قريتها إن كنتم تذكرون، لكن محرر المانجا هذا بكى بشدة لأنه أصبح متعلقا بشخصيتها، ولحسن الحظ تمكن بكاؤه هذا من تغيير رأي إيسياما إلى أن أتت غابي وقتلتها. يعني إيسياما مصر على قتل الجميع، فقط يؤجل ذلك. حسب كتاب الإرشادات الخاص بهجوم العمالقة، فإن أذكى شخصيتين هما زيك وهانجي. تقول لي آرمين إيروين؟ لا، زيك وهانجي، نعم هما الأذكى على الإطلاق بين جميع الشخصيات. ألست القائل؟ كتاب الإرشادات. هل سبق وسمعت عن والدي آرمين؟ أم نسيت أن لديه والدين أصلا؟ لم يظهر أبدا لا في الإنمي ولا في المانجا. بحسب موسوعة هجوم العمالقة فقد تم إعدامهما بعد محاولتهما الهرب خارج الأسوار باستعمال منطاد. العملاقين الذين قامت هانجي باحتجازهم سمتهم سوني وبين، وهي أسماء مقتبسة من آكل لحوم بشر اسمه سوني بين، ويقدر عدد ضحاياه بألف شخص. هانجي ظهرت كأنثى لا في الإنمي ولا في الفيلم الواقعي الذي لا أنصح أحدا بمشاهدته أساسا، منذ متى كانت أفلام الإنمي الواقعية تستحق المتابعة؟ المهم ظهرت كأنثى في الإنمي وفي الفيلم الواقعي، ولكن إيسياما عندما تم سؤاله عن ذلك قال ببساطة أنا لا أهتم، ويبقى الاختيار للمشاهدين، مهما اختاروا سيكون جيدا. يعني هانجي سواء اعتبرتها ذكر أو أنثى فمعك حق، لكن دعونا نعتبرها أنثى. بغرار هانجي بيك كانت لتكون ذكرا، بل وأعطاها إيسياما اسما أيضا، أوليفر بيك، وهذا شكله. لكنه غير رأيه في النهاية ليجعلها أنثى، وطبعا قراره كان صائبا 100%. تخيلوا أوليفر بيك يقول لإيرين أنت العدو. زيك العملاق الوحش المحلل الذكي وأيضا مرعب الجميع ما عدا ليفاي طبعا. زيك يملك نقطة ضعف غريبة نوعا ما، لا يمكنه تحمل الطعام الحار أبدا. إيروين بقي عازبا لأنه لا يدري متى سيموت، في النهاية انتحر وقتل معه المتزوجين والعازبين. أجل أجل أدري، لم ينتحر بل خطة ليقضي على زيك، ولكنه قتل معه جنودا لا تحصى. طول الأسوار التي تحمي البشري من العمالقة قرابة 50 متر، وأيضا العمالقة التي توجد بداخلها طولها 50 متر، ما يعني الأسوار صممت على حساب طولها، أو بعبارة أخرى وضعوا العمالقة وبنوا الأسوار على ذلك الطول. الناس تحمل الكوب هكذا، بينما ليفاي أتعتقد أنه أمر ثانوي؟ لا، لا يوجد شيء ثانوي في هجوم العمالقة، كل تفصيلية يضعها الكاتب لها هدف ومعنى. عندما كان ليفاي أسفل الأرض اشترى كوب قهوة وانكسرت يد الكوب، وتسبب ذلك في اتساخ الأرض، وتعلمون كم أن ليفاي يكره هذا. ومنذ ذلك الوقت وهو يحمل كوب القهوة هكذا لتفادي كثاره مجددا. عيد ميلاد ماركو هو 16 يونيو، يعني بالضبط منتصف السنة. العجيب أنه تم العثور على نصف جسمه فقط. أتعتقد أن إيسياما وضع هذا صدفة؟ لا أعتقد،
بالنظر لجميع المعاني الخفية التي يضعها من وقت لآخر. ليفاي مدمن نظافة، والسبب كان يتم نعسه بالقذر دائما عندما كان صغير. أيضا كان يعيش في بيئة متسخة ومليئة بأناس قذرين. استلهم إسياما فكرة هجوم العمالقة من لعبة إلكترونية. فكرتها ببساطة الفضائيين هجموا على الأرض. أيضا سبب الفكرة جاء من مسقط رأسه هيتا، وهي مدينة يابانية مليئة ومحاطة بالجبال جعلته يتخيل وحوشا مختبئين خلفها. سألتك كم عمر ليفاي؟ كم ستعطيه؟ أخبرني حالا، انزل للتعليقات وقل لي كم تعطي ليفاي في السن. عن نفسي أصغر من إيرين، أعطيه 20 سنة، وإن قلت يبدو عليه الصغر وما إلى ذلك أعطيه 25 سنة تقريبا. لا يا أصدقاء، عمره 35. نعم، هذا الوجه وجه 35 سنة. اسم ميكاسا مقتبس من سفينة حربية تم إنشاؤها سنة 1890. والسبب في تسمية ميكاسا بهذا الاسم هو اعتقاد إيسياما بأنه إن سمى شخصياته الرئيسية بأسماء قوية من سفن حربية وغيرها فإن هذا سيؤدي لنجاح العمل. شكل جسم العملاق الخاص بإيرين تم اقتباسه من المقاتل يوشينو كامي، بينما العملاق المدرع الخاص براينر فتم تصميمه بناء على شكل بروك ليزنر، وهو مقاتل في WWE. إيسياما صرح لمجلة بروتيس سنة 2004 بأنه صمم شخصية ليفاي بعد أن شاهد فيلم واتشمان. واللي ما يعرف هذا الفيلم فهو يتحدث عن أبطال خارقين وجرائم وما إلى ذلك. جعل إيسياما ليفاي شبيها بشخصية في واتشمان اسمها روتشا، في الحجم الصغير، في القدرات القتالية العالية، حتى في ربطة العنق البيضاء. كان من المقرر أن يعرف إيرين أنه عملاق من البداية، لكن إيسياما غير الفكرة، وبالطبع تغييره لها أعطى للقصة طابعا مميزا من الغموض. اقتبس المانغاكا العديد من الأفكار والشخصيات من جيم أوف ترونز وبريكنج باد، مثل شخصية فالكو فقد صرح أنها مقتبسة من جيسي بينكمان من بريكنج باد. هجوم العمالقة ومارفل قاموا بشراكة وأنتجوا كوميكس اسموه Attack on Avengers، حيث الأبطال الخارقين أمثال سوبرمان سبايدرمان يدافعون على الناس من العمالقة. الغريب أن القليل من الناس سمعوا بهذا الكوميكس وهناك إقبال شبه منعدم عليه، يعني لم تنجح فكرة دمج المانجا مع الكوميك. كلما قلت Attack on Avengers أتذكر طوكيو ريفنجرز ولا أعلم لماذا. تسريحة شعر آني مستوحاة من مغنية اسمها أفريل ليفين. ميكاسا هي أول شخصية ابتكرها إيسياما عندما كان يطور فكرة هجوم العمالقة، تخيلوا قبل إيرين وحتى قبل ليفاي. الشخصية المفضلة عند إيسياما هي جان، لكن بعد التطورات والتغييرات التي طرأت على شخصية راينر أخذ مكان جان كأفضل شخصية يحبها المانغاكا. ليفاي يقوم بقص شعره بنفسه، وقصة شعره تلك أصبح يقلدها الكثيرين في اليابان بعد أن اكتسبت شخصيته شهرة واسعة. عندما كانت آني تلاحق إيرين وأتيحت لها فرصة قتل آرمين ولكنها لم تفعل، فالسبب هو المشاعر التي تكنهم له وحبها لشخصيته، فهي في الحقيقة كانت تعلم أنه يشكل تهديدا عليه. الحقيقة رقم 26، ألم تقل 25؟ نعم، ولكن 26 إضافية من عندي لأفضل متابعين أعجبهم المقطع وشاهدوه للنهاية. هناك جائزة نقدية على رأس ميكاسا، نعم كالجوائز على شخصيات ون بيس، لأن ميكاسا هي الناجية الوحيدة من العشيرة الآسيوية. أجل إن تمكنت من الإمساك بميكاسا، ولن تتمكن طبعا، فستفوز بمبلغ مالي ضخم جدا. لم يحددوا كم، ولكنها الناجية الوحيدة. ماذا تتوقع؟ إن استفدت واستمتعت من المقطع فلا تنسى دعمه بلايك. وقبل أن تخرج الكواليس، تخرب الميكروفون والحقائق.